مساء الخير يا شباب. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل على التايمنج دايجرام، فانا عملت هنا سلكت اول، هنزل بيهم كده لحد ايه كده الويث بتاعي لكل السيلز 30. خلاص جميل. وبعدين هروح هنا عند البوردرز واختار لاين ستايل، قول انا عايز اللاين دوت ثيك كده initial state. وبعدين هطلع كده، ممكن نخليها 2 مفيش مشكلة زي ما انت عايز. يبقى هي كده بتاخد انا كل اللي انا بعمله بضغط بالقلم وبحرك ايديا اليمين او الشمال، كده بحرك ايديا تحت كده ايه، يبقى انا كده عندي 1 clock cycle لما اقفل الجزء دوت. يبقى كده عندي هاي لو. كمل بقى نفس الموضوع، طبعا ممكن تاخد كوبي بيست، وممكن كمان اهو بص بعلم على المكان. انا بس بروح على السكوير دوت وبضغط ضغطه واحده فهو يكملهولي، هضغط كمان ضغطه هو يكملهولي، وهكذا. اطلع فوق امشي لمين انزل تحت كده، يبقى انا عملت اول كلوك اللي هي بالنسبه لي الايه. ممكن تعمل الكنترول دي ترجع تاني عادي، مفيش اي مشكله خالص. كمل بقى كده لحد ما تخلص النمبر اوف ستيتس اللي عندك، على حسب طبعا الكاونتر بقى بتاعك وحسب الكلوك بتاعك. ده كده رسمت ايه الكلوك سيجنال. طب لما تخلص خلاص اكتب لي بقى عنوان ان دي مثلا الكلوك. خلاص انا كده هطلع بره الفري ستايل كلوك وسلكت اول واختار مثلا ان هي بولد واكبر الخط شويه. ماشي طيب. ما تنساش بقى ان انت لما تيجي تعمل مثلا تقول لي انا شغال ايه بوزيتيف ايج. ماشي هروح برضو عند اللاين ستايل واروح عند الدوت دوت مثلا شغال بوزيتيف ايج، يبقى انا هنزل بقى كده بوزيتيف ايج مثلا بوزيتيف ايج، يبقى انا هشتغل كده بوزيتيف ايج. فاهمين؟ جميل طبعا فاهمين عشان انتوا شاطرين. فكل ما انا رايح من اللو على الهاي ده بوزيتيف ايج بس. شكرا كده خلصت. يبقى كده رسمت الايه المنظر بتاع الكلوك والبوزيتيف ايج. عايز بشكل ما تحط تحديد مثلا عشان وانت بترسم مثلا الكيو 1 والكيو وهكذا، ممكن تحط لي دوت هنا كده تقول لي ان انيشيالي ده اللاين بتاع الايه بتاع الكيو مثلا. نفس الكلام بقى ايه تحت. تخش على كيو واحد وهكذا. ماشي بس. ولما تيجي بقى تحدد تقول لي دلوقتي انا هشتغل لاين مثلا، تقول لي مثلا طلعت عندي ان الكيو كانت انيشيالي مثلا هنا بزيرو بقت مثلا هنا بواحد، وهتفضل مثلا بواحد طول ما الاقي ايه السيجنال اللي بعدها هتنزل زيرو. تكمل هنا تطلع تاني تتوجل تكمل واحد تتوجل كمل واحد. طبعا انت عارف بقى الباقي مفيش مشكلة. لو دوست كنترول شيفت يبقى انت شغال بكده بالمساح، تمسح بدل ما تكتب. ماشي شلت ايدك من على الكنترول شيفت كده تمام معاك. خلاص ده كده هكتب هنا مثلا، خلاص انا خلصت ده كده هكتب مثلا هنا كيو 0 كيو 0، يبقى عرفتني ان دي كيو 0. تحت تعمل لي كيو بار 0. طب تكتب البار ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. انسرت وندور على السيمبل بتاع البار. خلاص هتلاقي السيمبل بتاع البار اهو. ماشي هتدور على الرمز ده، شايفين الرمز اللي دخلت عليه دلوقتي وادوس عليه انسرت اهو ده المكان بتاعه. خلاص دوس لي عليه انسيرت، فهنا حط لي البار على الكيو. خلاص طيب حط لي بقى جنب الايه حط لي جنب، يبقى دي بالنسبه لي كيو صفر بار. حط بقى السيجنال زي ما انت عايز. بس يبقى انا كده وريت لك ازاي اعمل التايمنج دايجرام كله على الايه
على الاكسل، تاخد الكلام ده كله، كل الفكره هتعمل سيف از وتختار الشكل اللي انت عايز تسيبه بيها، عايز تسيبه كبي دي اف مفيش مشكله، عايز تسيبه زي ما انت عايز. لو سيفته هنا كبي دي اف هختار اسمه ده كده الشكل اللي ظهر يا شباب، تمام. طيب هاخد بقى الشكل اللي طلع ده وتقصه وتحطه لي فين في الملف بتاع الوورد بتاعك. اتمنى الدنيا تكون ثابته وواضحه وما فيهاش اي مشاكل. شكرا لكم.